معكش. انا قاعد دلوقتي مع الدكتور حسام والدكتور احمد دكاترة الفيزيكس المعروفين. فقعدنا نتكلم على قد ايه الانسان ده مخلوق من حاجة نادرة. ازاي الانسان معمول من الستار داست. صح يا دكتور؟ يعني من اهم عناصر البني ادم احنا كده، اهم حاجة فينا هتلاقيها الكربون والوي تاني حديد والحديد، الحاجات اللي ما ينفعش احنا نصنعها بايدينا. الحاجات دي بتتكون بس في الستار. صح؟ الستار لما بنفكر بينتج الحاجات دي. فاحنا مكوناتنا الاساسية دي جاية من فوق، جاية من السماء. ده مش معناه ان انا بأيد نظرية البيج بانج، دي معناه ان ربنا سما بخلقنا. صح؟ الخلق بتاعنا ما كانش سهل، وبدايتنا ما كانتش سهلة. ربنا الوحيد اللي قادر عليها، وربنا اللي نزل مكوناتنا من السماء. نزلها ازاي؟ طبعا دي في علم ربنا، بس لازم تفخر انك انت جسمك ده مصنوع من الستاردست. جسمك ده نجم، جسمك ده جاي من نجوم، جاي من حاجات سامية. شكرا جدا.